اهلا بيكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، والتحق بنا ضيف كريم في الاستوديو بنرحب به لمناقشه هذا الموضوع، استاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال، استاذ القانون الدولي بجامعه القاهره وعضو مجلس الشيوخ. اهلا وسهلا. اهلا دكتور محمد. دكتور عشان هنبدا بيك بقى، ما ناقشنا بعض الاشياء. احنا الحقيقه قبل ما حضرتك تيجي كنا بنتكلم عن موضوع العقوبات الدوليه في النظام الدولي بشكل عام. نعم. وكانت الملاحظة اللي يعني أبديناها أنه على تعدد حالات العقوبات اللي فرضت منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم، إلا أنه المجالات التي تطرقت إليها القارات الغربية سواء أوروبية أو أمريكية فيما يخص روسيا الاتحادية هي الأولى من نوعها. تعدد مجالاتها من البنوك للتجارة للحظر مجال الجو للحظر المواني للسينما للرياضة غير مسبوقة. صحيح. هل التقدير ده صحيح؟ يعني بدءا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. وإيه دلالته؟ يعني زي ما حضرتك أشرت وضيفك الكريم أشار، العقوبات الاقتصادية العقوبات، وخلينا يعني أنا كنت هقول الاقتصادية وبعدين رجعت فيها غير اقتصادية لأنه لم يعد الأمر على هذا النحو. تمام. لم تعد اقتصادية فقط، لكن هي أساسها المفروض حسب ميثاق الأمم المتحدة ونظام الأمن الجماعي والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكده، أساسها اقتصادي. الجزء القانوني ده هرجع لك ليه مهم قوي. تمام. سواء في القانون الدولي الخاص او العام. مظبوط. تمام. فده الاصل فيها الاقتصادي اللي ظهر على الساحه في الازمه الاخيره. تمام. انه لم يعد الامر قاصرا على الاقتصاد وانما اضيفت اليه الثقافه واضيف اليها الاعلام واضيفت اليها الرياضه خروجا على كل والفن. وكل حاجه خروجا على كل ما كان الغرب ينادي به ويتكلم عنه ويشير اليه في السابق من حالات مماثله. يعني الرياضه، وده شيء يعني لافت جدا، انه خلاص روسيا تقرر انها لن تشارك ولن تشارك ولن تشارك، خروجا على ما كان يقال انه خلي الكوره لوحدها والسياسه لوحدها ولا علاقه للكوره بعض اللاعبين اذا ما قاموا بعض الاداءات الخاصه بالسياسه. بالظبط. فزي ما حضرتك تفضلت يا دكتور ضياء، الموضوع اصبح شاملا كاملا عاما ينقصه فقط الجانب العسكري. يعني هي عقوبات من كل حدب وصوب من كل نوع الا العسكري المباشر. في عسكري من قبيل الدعم الذي يقدم الى اوكرانيا سلاح او شيء من هذا القبيل، لكن الحته الاخيره دي اللي طبعا الاقتراب منها يعني يحاط بمحاذير يعني تجعله شبه مستحيله. مستحيل. هروح مره اخرى سياده السفير جمال بيومي. سياده السفير، احنا اتكلمنا والدكتور محمد شوقي اكد وحضرتك اكدت قبلها على انه ده مستوى ويعني امتداد للعقوبات غير مسبوق. ماشي، اتفقنا على هذا، لكن السؤال الثاني وايضا بياتي باذهان ناس كثيره، عشان تفرض عقوبات سابقه وكانت اقتصاديه ربما فقط او عسكريه على حالات كثيره ذكرناها، كان الامر بيستغرق احيانا سنوات مش شهور حتى يحسم. لماذا هذه السرعه الشديده في اتخاذ قرارات خلال ساعات لكل هذه المستويات من العقوبات بما فيها القانوني او غير القانوني كما اشار الدكتور محمد شوقي الخاص بمجالات بعيده عن السياسه؟ السرعه سببها ايه؟ والسؤال الثاني اللي هو اجابته ربما تبقى يعني معلومه بالضروره، هو هل هناك فاعل واحد يحرك كل هذه العقوبات على روسيا في النظام الدولي؟ يعني نقول ان الحقيقه رغم ان مصر صوتت مع في الامم المتحده امبارح على عدم الموافقه على الغزو الروسي لاوكرانيا. نعم. لكن في الجانب الاخر لازم نقول ان اوكرانيا الغرب تمادى في يعني دخول حتى العصب الرئيسي للاتحاد الروسي. هو سكت على انضمام المجر ولا بولندا ولا النهارده تجيب دوله داخل الاتحاد السوفيتي القديم وداخل روسيا وبتحاول تضمها للاطلنطي وبتحاول تضمها للاتحاد الاوروبي. يمكن الاتحاد الاوروبي لانه منظمه اساسا اقتصاديه قد يكون مقبولا. نعم. لدرجه انا بشبه هذه الحاله بحاله ازمه الصواريخ الروسيه اللي راحوا نصبوها في عام 62. نعم. عام 62 يعني امريكا ما تقدرش تقبل صواريخ على بعد 90 كيلومتر منها. وفعلا حصل يعني تدخل سريع من الجانبين اسفر عن اتفاق على ان امريكا تسحب صواريخها من تركيا دون اعلان، لان عشان عدم اراقه ماء الوجه. طبعا.
طب السرعه دي، السرعه دي اللي بسال عليها سياده السفير، ليه سرعه هذه الحزمه الكبيره من الاجراءات في وقت سريع ويعني ايام؟ احنا الان اليوم الازمه مر عليها اسبوع 8 ايام بالظبط، في خلال 8 ايام اتخذت، ليه السرعه؟ وهل هناك من يحرك كل هذه يعني شركات التكنولوجيا والسينما والدول؟ ايه السرعه ومن الفاعل؟ لا انا برضو شايف ان ده انفلات في الموقف الغربي، انفلات وتمادي ان هو بيدوس على العصب الرئيسي لروسيا، دي النتيجه. بس هل الغربي منفلت دون ان يعلم؟ يعني هل هو خطط لهذا ولا بغض النظر على العواقب بقى؟ ما هو بيحسبها على السوابق الحديثه، ان جورباتشوف اللي هو حول روسيا الى نظام غير شيوعي ونظام اقتصاد حر، ثم الاثنين عملوا تنازلات مهوله في ذلك الوقت، منها تفكيك الصواريخ، وسفير روسيا بيقول لي ان عشان تفكك الصواريخ اغلى من انك تبنيها، يعني عمليه مكلفه جدا. ثم نجحوا الاثنين يعملوا في جنيف اتفاقيه منع قيام الحرب عن طريق الخطا، ففي فرامل هنا. لكن اللي انا شايفه الحقيقه ان هم فاكرين ان بوتين هو يلسن او هو جورباتشوف. بوتين تربيه عسكريه ثم رجل مخابرات عارف امكانياته، فقرر انه يوقف ده. لازم تعلنوا لي ان اوكرانيا هتكون على الحياد، وان اوكرانيا لا تنضم للحلف الاطلنطي، لان يعني هتبقى لصيقه جدا للاتحاد الروسي، وتبقى عنصر تهديد غير مقبول. يعني انا فكيت حلف وارسو، وانت عامل لي حلف الناتو، كل ما تتوسع شرقا قربت تخش على موسكو بقى. صحيح. فهو واضح ان في يعني في تشدد من جانب امريكا وحلف الاطلنطي، ان هو يعني هي طب يلا. وفي الناحيه الثانيه الروس عايزين يقول لا، الحكايه مش بالشكل ان ما بقيتوش قوه احاديه، لا هنا الصين في الخلفيه بتقول لك لا، يعني انتهى زمن كان عندنا الاقطاب الاربعه، مصر نجحت في اخراج فرنسا وانجلترا من القطبيه الرباعيه، دخلنا القطبيه الثنائيه، نجح الامريكان والغرب في اخضاع روسيا لهذا. الصين لا تقبل، وبعض القوى الكبرى لا تقبل، بل اكاد اقرا، وانا يعني عندي بعض الخبره في المانيا، اكاد اقرا ان المانيا مش سعيده بهذا الاتجاه، رغم انها تساند الاغراءات الغربيه. فالدرس هنا اننا لازم نفهم ان بوتين ما هوش جورباتشوف، وروسيا سنه 89 عند انهيار حائط برلين ليست روسيا الان، وفي الخلفيه الصين بتقول لا انا مش هقبل قطبيه احاديه، لازم يبقى فيه تعدد الاقطاب الدوليين. نعم. ونتقاسم. نعم. على الخير او دي خلاصات مهمه للغايه، دي خلاصات مهمه للغايه الحقيقه يا سفير. نعم. نعم. وانا بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا على هذه الخلاصات المهمه اللي احنا يعني استفدنا منها، وبشكر حضرتك مشاركتك معانا سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. رجع لك دكتور مصطفى، وهنا احنا كنا هنكمل قبل ما نطلع الفاصل ونشوف التقرير. احنا يعني حضرتك ذكرت عدد المحصور للعقوبات من الحرب العالميه من سنه 50، 1045 عقوبه او تم تطبيقها، و77 من عام 19، واحنا بنشهد وعرفنا وشفنا شويه حالات كثيره. وانت ذكرت مثل بنما انه العقوبات اتت باثرها. طيب بقيه الدول التي فرض عليها العقوبات الاقتصاديه فقط، لان احنا ما عندناش عقوبات اخرى، في عقوبات عسكريه بحكم الامر الواقع، امريكا مش هتفرض عقوبه عسكريه على الصين، ده مش محتاجه لها اصلا. لكن العقوبات الاقتصاديه كم في الميه من الحالات اتت بنتائجها، واتت بنتائجها بعد قد ايه؟ ونتائجها هنا عشان برضو الساده مش هيبقوا عارفين، في وده دكتور محمد هيجاوب عليه اكيد بعد شويه، في 99% من حالات فرض العقوبات الاقتصاديه ما كانش السبب اقتصادي، يعني كانت هي نزاعات سياسيه. صحيح. بيتم استخدام اداه العقوبات الاقتصاديه او عشان انتهاك لحقوق الانسان او قمع اشياء خارج الاقتصاد، تغيير نظام حاكم خارج الاقتصاد، يعني اشياء خارج الاقتصاد. فالاهداف دي تحققت في كم حاله من الحالات اللي حضرتك درستها بالعقوبات الاقتصاديه وحدها ادت الى جدوى في كم مره غير بنما؟ خلال الفتره من 1950 لغايه 2019 ما فيش الا حاله واحده، اللي هي حاله جنوب افريقيا.
حالات التمييز العنصري وخدت وقت. والاقتصاديه وحدها ولا كان معاها كمان المقاطعه الدوليه والحصار الافريقي؟ كان في شويه يعني عقوبات سياسيه يعني حتى التمثيل لم تكن تمثل في الامم المتحده. بالظبط. اذا عندنا يعني فيعتبر نسبه ضئيله جدا هي اللي حققت العقوبات الاقتصاديه فيها اهدافها. طيب حضرتك هل العقوبات دي عشان برضه نكمل توقعاتنا بنبني على معلوماتنا، هل العقوبات دي في الحالات دي كلها كان بعضها هين وخفيف ولا كان بعضها صارم ورغم هذا لم يؤتي بنتائج؟ لا بعضها كان صارم جدا، حصار اقتصادي ومنع التبادل التجاري بين الدوله ومجموعه الدول. خلينا اقول لحضرتك ان كان في دراسه حاولت تعمل قياس اثر للعقوبات الاقتصاديه على حجم الناتج المحلي الاجمالي للدوله المفروض عليها عقوبات اقتصاديه. والدراسه دي كانت لباحثه اقتصاديه عملتها من فترة 1950 ل 2012 اسمها فلورين نيومير. قالت ان العقوبات الاقتصادية لو من جانب واحد او من دولة واحدة بيمتد او بتتأثر الاقتصاد بتاع الدولة المفروض عليها عقوبات لمدة 17 سنين. بتقعد 10 سنين حجم الناتج المحلي الإجمالي بتاعها بيتراجع. لو من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي أو مجموعة عدد محدود من الدول مجتمعة مع بعضها بيبقى التأثير 7 سنوات. وهنا يقول لحضرتك إن ده برضو متوقف على قوة بنيان الاقتصادي الخاص بالدولة اللي مفروض عليها العقوبات. لو كان اقتصادها هش وهيكل الانتاج فيه محدود ومعتمد على الاستيراد اكتر منه من انتاج ده هيتداعى بسرعه. لكن لو الاقتصاد فيه تنوع في الانتاج وعنده موارد وعنده احتياطات تمكنه وتؤهله ان هو يواجه او يقلل من وطأة العقوبات دي هيقدر يستمر وهيشوف منافذ اخرى ان هو يتجاوب معها عشان يهرب من التأثيرات المباشرة على العقوبات، زي ما قلنا إيران، كوريا الشمالية، إن هي بتدعم في علاقات تانية مع الصين مثلا، الهند، وبالتالي قدرت إن هي تواصل نظامها الاقتصادي أو نظامها السياسي بدون تغير في منهجيتها أو سياستها الخارجية. طيب أنا هعرف لأنه لازم أروح للدكتور محمد شوقي. يا دكتور إحنا لاحظنا حاجة إنه هناك مشروع قرار لمجلس الامن قدمته الولايات المتحده ودول اخرى واترفض، وهناك قرار اخذته الجمعيه العامه للامم المتحده امبارح. نعم. في القرارين لا في اشاره اي نوع من الاشاره لعقوبات. نعم. يعني الفصل السابع لم يطبق اصلا لمجلس الامن. نعم. ما عمل. السؤال هو ايه هو الاساس؟ حضرتك اشرت ده عابرا. نعم. لكن عايز اعمقه عشان الساده المشاهدين. ايه الاساس القانوني الدولي اللي بتتخذ موجبه العقوبات سواء اقتصاديه او بنوصل للرياضه؟ وهل حضرتك اشرت نقطه مهمه جدا، هل القانون الدولي الاصل فيه زي القانون المحلي هو الاباحه ولا فيه قيود؟ يعني لما نتكلم عن الرياضه الاصل في القانون الدولي هو ان الرياضه لا تفرض فيها او الفن، ولا مباح فكل شيء مباح؟ وعلى ايه بيستند هذه القرارات؟ نعم، هي الاصل في مساله العقوبات انها بتستند الى نظام الامن الجماعي. العقوبات الجماعية. العقوبات الجماعية مش الثنائية، يعني الدول الثنائية حرة. ما فيش يعني ده غير وارد. الثنائي ده غير وارد. الثنائي كمان غير وارد؟ غير وارد. كمنظومة أمن جماعي. تمام. وده اللي قالت عليه مصر امبارح وهي تبدي مبرراتها للنمط التصويت اللي هي خدته. قالت انه احنا يعني بنؤكد على وجوب ان يكون تكون العقوبات في اطار المنظومة الجماعية متعددة الاطراف، المقصود يعني في اطار الامم المتحدة. فالأصل في المسائل أنه نظام الأمن الجماعي الفصل السابع وليس الفصل السادس من الميثاق يخول مجلس الأمن إذا ما قدر، إذا ما هو رأى أنه العقوبات الاقتصادية قد تكون بديل عن استخدام القوة المسلحة لردع من يفكر في العدوان أو لقمع المعتدي، يعمل كده ويعمله استنادا للفصل السابع من الميثاق. ده الوضع القانوني المثالي لمسألة العقوبات الاقتصادية. طب ماذا عن العقوبات يعني غير الاقتصادية؟ عشان برضه معنا. نعم. احنا عندنا الإطار الجماعي الدولي الوحيد هو الأمم المتحدة ووكالتها. مظبوط.
ولا عندنا اطر اقليميه. مظبوط. يعني الاتحاد مزبوط. الاوروبي، جمعيه الدول العربيه، الى اخره. هل الاطر الاقليميه مش من حقها وفقا لقانون الدولي؟ من حقها وفقا برضه لنظام الامن الجماعي الداخلي. لابد ان تعود للقرار من الامم المتحده. ما هي الاصل في المسائل المرتبطه بحفظ السلم والامن الدولي ان الاختصاص الاصيل فيها لمجلس الامن. وله ان يفوض. تمام. وله أن يحيل هذا الاختصاص للمنظمات الإقليمية. يعني حتى لو المنظمة الإقليمية قررت أنها تتخذ إجراء عنيفا لحفظ السلم والأمن داخلها، لابد أن يكون هذا بتنسيق وموافقة من مجلس الأمن. هو صاحب الاختصاص الأصيل، الباقي كله فروع، الباقي كله بياخد منه. إذا انتقلنا من الجزء ده للجزء التالي الخاص بأنماط العقوبات الأخرى. أيوة. المستحدثة. نعم. هذا نمط مستحدث، هذا نمط جديد، وهذا مصطلح أشكرك عليه. ربنا يبارك. هذا نمط جديد، يعني لم تسبق في الخبرة الدولية كل هذه الفئات الشتى من العقوبات التي لم تترك شاردة ولا واردة. أنا ليه بحرم الرياضيين؟ ما علاقة الرياضيين بالمسألة دي؟ ليه بحرم الإعلاميين؟ ما علاقة الإعلاميين؟ ماشي. أنا الفكرة وفلسفة العقوبات الاقتصادية إذا نجحت زي ما الدكتور قال، وهي لم تنجح على الإطلاق إلا في حالة أو حالتين على أكثر تقدير، فلسفتها إنه أجبر الدولة التي تنتهك القانون أن تحترمه، أجبرها دون اللجوء إلى الوسيلة العسكرية. يعني أضغط عليها اقتصاديا بحيث تستجيب، إما لتغيير نظام حكم، إما مش عارف حماية أقليات وحقوق إنسان، إما لقمع عدوان، أيا ما كان السبب. لكن إن أنا أدخل فيها كمان أبعاد إنسانية بحتة، ما علاقة هذا بالحرب؟ يعني إيه اللي هيخلي، هل أنت تريد أن تستسير الشعب الروسي علشان يخرج في تظاهرات يقلب نظام الحكم؟ يبقى أنت عفوا ما أنتش واخد بالك الدنيا فيها إيه؟ يعني أنا في الحقيقة يعني لا أتصور دول كبرى عظمى من هذا القبيل، الولايات المتحدة وحلفائها، يتخيلوا أنه ده هيحصل، أنه الضغط من بالاقتصاد فقط أو بالاقتصاد والحاجات التانية التكميلية بتاعته دي هيؤدي إلى إسقاط نظام إيه اللي يسقط؟ نظام طيب. إحنا معانا ضيف أيضا عزيز علينا، لاحق بنا عبر زوم من مراكش، الأستاذ الدكتور إدريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض. أهلا بك دكتور إدريس. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. يا اهلا دكتور، لعلك تابعت جزء مما دار من حوار على الاقل في هذا التوقيت الاخير من الحلقه، واحنا طبعا بنناقش العقوبات الدوليه، ويعني استعرضنا مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو هنا وعبر زوم انه الخلاصات بسيطه، ان العقوبات الدوليه استخدمت مئات المرات وزادت عن 1000 مره منذ عام 1950، وان العقوبات الدوليه كان جوهرها طوال الوقت تقريبا او فقط هو عقوبات اقتصاديه بالاضافه طبعا للعسكريه وغيرها، وانه لم تاتي بنتائجها السياسيه اللي هي في الاصل فرضت بسببها الا مره او مرتين، ولم يعني يستسلم الطرف الاخر بسبب عقوبات اقتصاديه. وانه ايضا دكتور محمد شوقي عبد العال استاذ القانون الدولي بجامعه القاهره وعضو مجلس الشيوخ اضاف لنا اضافه واضحه بان هذه العقوبات كلها، النظام العقوبه لابد ان يستند الى المنظومه الدوليه اللي الامم المتحده بتمثلها، وانه ده يبقى بكلام واضح حتى لو منظمات دوليه حبت تعمل ده لابد ان يكون لها هذه المرجعيه. حضرتك بشكل عام، واحنا هنا كانت ملاحظتنا انه هذه لاول مره هذه الحزمه من العقوبات تتم تتجاه اي دوله على الاطلاق. ده يمكن مش بس من الحرب العالميه الثانيه، ده من معاهده فيستفاليا في 1600، يعني ساعه ما نشا حاجه اسمها نظام دولي ما شفناش مره واحده ده. وكان سؤالي لحضرتك اولا تقديرك، هل احنا بنبالغ فيما نقول حول حجم هذه العقوبات وامتداد مجالاتها؟ السؤال الثاني انه تفسيرك ايه لسرعه اتخاذها في خلال ايام بل وساعات، واللجوء الى ربما حدها الاقصى، وفي جزء لسه لم يصل اليه هناقش فيه دكتور مصطفى ابو زيد على المستوى الاقتصادي، ليه هذه السرعه ولماذا هذا الاتساع؟ بدايه أود أن أطرح بعض الملاحظات فيما يتعلق بآلية العقوبات كآلية لإدارة الأزمات والمنازعات إن صح التعبير، على اعتبار أن هذه الآليات كما ذكرتم هي لم يعني حقيقة على امتداد مجموعة من السنوات ومجموعة من الحالات لم تأتي بنتائجها، وإنما كانت لها تداعيات
يعني صعبة بالنسبة لحقوق الإنسان، بالنسبة للتنمية، ونحن نعرف بأن المنطقة العربية نفسها كانت يعني فضاء لتطبيقات متعلقة بعقوبات اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية، مع الأسف لم تكن لها نتائج ملموسة في سواء فيما يتعلق بالضغط على صانع القرار لاتخاذ ما يلزم لرد الأمور إلى نصابها في حالة الأزمات والنزاعات، أو فيما يتعلق بالتراجع عن أو يعني تلطيف القرارات باتجاه تسوية النزاع القائم. من ناحية أخرى ينبغي أن نميز حقيقة بين نوعين من العقوبات. أعتقد بأن العقوبات التي نحن بصددها اليوم والتي تحدث عنها على ما أعتقد السادة الأساتذة الكرام هي تتعلق بالعقوبات الجماعية التي يفترض أن تصدر في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي طبعا تصدر عن مجلس الأمن باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين. في هذه الحالة الأمر لا يطرح أي إشكالات، وخصوصا عندما يكون هناك نصاب قانوني، وخصوصا عندما لا تطرح فيه إشكاليات، وخصوصا عندما لا يتعلق الأمر بدولة عضو في مجلس الأمن. والجانب ربما الذي نحن يعني الذي كذلك تطرح بشأنه بعض الإشكالات أو بعض النقاشات هو العقوبات الانفرادية، وهي التي اليوم يبدو أننا بصددها، لأن في الحالة الروسية في حالة النزاع القائم الآن أو في حالة الحرب القائمة اليوم في أوكرانيا والتي طرفها طبعا روسيا التي هي الدولة يعني لها مكانتها داخل مجلس الأمن ولها حق الفيتو، يعني لا يمكننا أن نتصور أن مجلس الأمن بإمكانه أن يصدر قرارا يعني تصوت عليه روسيا يعني يفرض عليها العقوبات. ونفس الشيء حتى بالنسبة لحالات سابقة تهم الولايات المتحدة في السابق، ولكن لم تطرح بنفس الحدة اليوم، باعتبار أن الأمر متعلق بعمل عسكري طرح مجموعة من الإشكالات. لكن هنا عندما نتحدث عن ما قامت به مجموعة من الدول الغربية نتحدث عن إجراءات يعني هي قد تكون جماعية ولكن خارج نطاق الأمم المتحدة. نتحدث عن عقوبات انفرادية، وهذه العقوبات تتم في إطار يعني قرارات سيادية لكل الدول تقديرا لمصلحتها وحفاظا على مصالحها، وكذلك بحثا يعني عن مصالح مختلفة. فيما يتعلق بالسرعة التي اتخذ بها أو اتخذت أو اعتمدت بها هذه التدابير، يعني أعتقد بأن الأمر يقتضي منا أن نضع النزاع أو الحرب الحالية في سياقها. نحن أمام صراع يعني كبير جدا، ولا يعني يتجاوز الصراع بين أوكرانيا وروسيا، ولكنه صراع دولي له أبعاده الاستراتيجية، على اعتبار أن هناك حلف شمال الأطلسي الذي يسعى إلى التمدد داخل هذه الدولة أوكرانيا، والتي تعتبرها روسيا من جانبها أنها خلفية أو تمثل بمثابة خلفية استراتيجية بالنسبة لها. وهذا النقاش ليس جديدا، يعني نقاش متجدد وسبق أن طرح يعني قبل عدة سنوات، يعني نستحضر طبعا في 2004 ما جرى خصوصا في أعقاب الثورة البرتقالية، في 2013 عندما كذلك كانت هناك احتجاجات يعني تلتها تموقع القوات الروسية في شبه جزيرة القرم. إذن هو نقاش لأن روسيا اليوم بعد أن كانت منشغلة بإشكالاتها الداخلية ويبدو أنها رتبت بيتها وعادت في الآونة الأخيرة إلى الواجهة الدولية من خلال بعض الأزمات أو بعض القضايا الدولية كالقضية السورية أو الأزمة في سوريا، أو من خلال كذلك القضية الأزمة في ليبيا وغيرها، اليوم استثمرت هذا النزاع لكي تبرز نفسها كقوة وازنة لها مكانتها، وبأنها لا تتسامح مع تواجد قوات حلف الناتو أو الناتو على بجانبها من جانب أوكرانيا. ولذلك الدول الغربية من جانبها كذلك اعتبرت بأن الأمر ينطوي كذلك على نوع من التحدي، وربما قد يضايق فيما يتعلق بطبيعة النظام الدولي القائم باتجاه ربما يعني إرساء نظام تعددي قد تساهم في روسيا مستقبلا أو شيء من هذا القبيل. فلذلك تريد أن تلوي ذراع روسيا من خلال طبعا هذه العقوبات، على اعتبار أن روسيا منذ البداية ويبدو أنها كانت مستعدة لخياراتها أو لخيارها الأخير، حتى أنها طرحت يعني إمكانية التأهب النووي بالصورة التي جعلتنا أمام نزاع من نوع خاص قوامه أو أطرافه قوى دولية كبرى، ويبدو على أن المراهنة على العقوبات
الاقتصادية هي الرهان الذي بدا اليوم متاحا أمام الدول الغربية. طب أنا هقف عندي دي، هقف عندي هنا، هقف عندي ده يا دكتور إدريس، وعشان آخد النقطة دي بالتحديد لأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد. دكتور مصطفى، أنت حضرتك قبل ما يعني قبل الفاصل كنت بتتحدث عن إنه تأثير العقوبات بيتوقف على قوة وتركيب الاقتصاد للدولة الموجه إليها، هذه طبعا في الجزء الاقتصادي، لكن هناك أكيد في الأجزاء السياسية أشياء أخرى يعني تتعلق بالمجتمع والدولة والإرادة ويعني والجيش يعني أشياء أخرى، لكن دعنا في الجانب الاقتصادي. وده هيكمله سؤال يعني بتهيألي عندي وقت لسه نقدر نطرحه في الفقرة اللي جاية، لكن خلينا في ده الأول. الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الروسي قدرته أولا هل يخضع للي حضرتك بتقول، هل الاقتصاد يستطيع، خاصة احنا لسنا في إطار عالم اقتصاداته معزولة، يعني جزء من الاقتصاد الروسي جزء ربما أنا ما أعرفش نسبته قد إيه في حالة اعتمادية واعتمادية متبادلة مع اقتصادات أخرى، هل الاقتصاد الروسي لحاله والاقتصاد الروسي في تقاطعاته الدولية يقدر يواجه كل ده؟ طيب أنا هجاوب حضرتك دكتور ضياء على السؤال ده وعلى السؤال هو ليه حزمة الإجراءات السريعة السرعة مع بعض، نعم. لأن هما الاتنين مرتبطين ببعض. ممتاز. طيب إحنا بنتكلم على الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الروسي عشان نقدر نشوف ملامحه هو حجم الناتج المحلي الإجمالي بتاعه 1.6 تريليون دولار. الاقتصاد الروسي ترتيبه 11 على مستوى العالم، عنده حجم من الموارد الطبيعية بتقدر ب 30% من إجمالي الموارد الطبيعية الموجودة في العالم، والبنك الدولي قدر قيمة هذه الموارد الطبيعية بقيمة 75 تريليون دولار. طيب عنده احتياطي من النقد الأجنبي 630 مليار دولار، عنده احتياطي من الذهب 2300 طن بقيمة إجمالية 132 مليار دولار، وبيعتبر الخامس في الاحتياطي على مستوى العالم. احنا بنتكلم إذن على اقتصاد كبير، والعوائد الخاصة من الغاز والنفط بتمثل حوالي تلت دخل الاقتصاد الروسي، فاحنا بنتكلم على اقتصاد كبير ومتنوع المصادر و الدخل. وبالتالي هرجع بقى لحتة التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وشركائها التجاريين. عندنا بنشوف ان الصين مثلا بتاخد من روسيا ب 112 مليار دولار، عندنا ألمانيا بتاخد منها ب 45 مليار دولار، عندنا بريطانيا بتاخد منها ب 28 مليار دولار، عندنا امريكا نفسها اللي موقعة عقوبات عليها ب 30 مليار دولار. اذا هناك علاقات اقتصادية متشابكة. طيب دلوقتي ليه الاجراءات الكتيرة في نفس التوقيت مش اقتصادية ولكن على وسائل التواصل الاجتماعي، رياضة، اعلام، فن؟ لان هو عارف ان الاقتصاد الروسي اقتصاد قوي، فعشان يأثر على اقتصادها بالعقوبات الاقتصادية هياخد وقت من الزمن. صحيح. وبالتالي هو بينزع ادوات المواطن الروسي بحيث ان هو يخلق حالة من الغليان والنفور لدى المواطن الروسي، فيبتدي يشكل جبهة ان هو وصل لمرحلة ان هو اتخنق مش قادر يمارس الرفاهية اللي متعود عليها، وبالتالي يشكل ضغط في الداخل الروسي على النظام بحيث ان هو يلبي طلبات او الاطراف الخارجيه او الغرب ويرجع عن الغزو الاوكراني. ده تحليلي الشخصي للازمه. عظيم. دكتور محمد شوقي، يعني في اشياء كتير جدا احنا ممكن نقولها في هذا السياق، لكن خلينا اروح واكمل مع حضرتك فكره القانون الدولي واللي هي يعني انت اشرت اليها في العقوبات الجماعيه واشار اليها ايضا دكتور إدريس الكريني. احنا دلوقتي هفترض في حالتين، حالة احنا الآن أمامها انه مفيش قرار مرجعي للأمم المتحدة الجهة الوحيدة التي تضمن الأمن والسلم الدوليين، وفرضت هذه الدول منفردة أو مجتمعة عقوبات على دولة تانية اللي هي روسيا، وحصل خسائر، يعني هناك خسائر مؤكدة طبعا ستحدث للطرف المفروض عليه العقوبات، للدولة والمستثمر والمواطن. والقانون الدولي مفروض منظم في القانون الدولي العام لعلاقات الدول وخسائرها تطلبها ازاي. طيب يا ترى القانون الدولي الخاص منظم كمان انه مستثمر او مواطن او احد تعرض لعقوبات لاسباب لا شأن له بها
خناقة ما بين رئيسه أو دولته ودولة أخرى وخسر فيها مليارات. القانون الدولي الخاص يقول إيه؟ والقانون الدولي العام كمان قبلها يقول إيه بقى؟ لأنه أنا متوقع أنه ده هيحصل، يعني خلال الأزمة تنتهي هنبدأ نشهد أنه محاكم ما ستشهد منازعاتنا. هو بس حضرتك تقصد مش القانون الدولي الخاص، القانون الداخلي. القانون الداخلي في الدولة متصلا بيه ده القانون الداخلي، لأن الدولة الخاص ده حاجة تانية. يعني ده يعني ده من ناحية المصطلح. لا، زي ما حضرتك أشرت يا دكتور ضياء، القصة سيترتب عليها بكل يقين خسائر لكل الأطراف، لكن خلينا في الدولة المستهدفة في حالتنا روسيا. روسيا الدولة وروسيا المواطنين، روسيا الاقتصاد وروسيا الثقافة والإعلام وكذا، هيترتب على ده خسائر، وإحنا ما عندناش سند دولي لهذه العقوبات. ما فيش قرار بالضبط كده، ما فيش قرار دولي من مجلس الأمن، والجمعية العامة دي توصيات، يعني ما يعني لا تقدم ولا تؤخر، هي يعني قيمة أدبية لا أكثر. وبالتالي القصة كل دولة بقرارها المنفرد، أمريكا بتقرر، بريطانيا بتقرر، ألمانيا بتقرر، ثم سيترتب على هذا تبعات وأضرار للدولة ثم للشعب الروسي. لما عشان ما نبقاش بس بنسبح في الخيال، لما الدنيا تستقر، وهنشوفها تستقر على ايه، موازين القوى والمصالح تبدا في العمل. هنا القصه دكتور ضياء ليست قانونا بحتا، وانما هي قانون مدعوم بميزان قوة وميزان مصلحه. الطرفين مضرور، كلاهما أضير، أوكرانيا مضارة طبعا يقينا، فهتطلب بعد كده تعويضات. النهاردة الرئيس الأوكراني بيقول أنه ما هدم سيبنى على حساب روسيا. بتكلم في عقوبات، بتكلم في تعويضات تالية، كما حدث مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وتسبب في الحرب العالمية الثانية، كما حدث مع العراق في حالة الكويت وتسبب في كل التداعيات التالية. هل سيكون لدى المجتمع الدولي في أعقاب ما ستسفر عنه هذه المعركة المفصلية في تاريخ النظام الدولي المعاصر، هل سيكون لدى المجتمع الدولي القدرة على أن يفرض على روسيا، ولا القدرة على أن يفرض لأوكرانيا، ولا القدرة على أن يفرض على أمريكا؟ هو العكس بالضبط، على أمريكا. يعني أنا هضرب لحضرتك مثل، هو احنا في مصر ألن نضار؟ سنضار بعض الضرر، يعني أسعار البترول، أسعار الغاز، أسعار القمح. يبقى إذا نحن مضرورون من العقوبات، من الذي تسبب في هذه العقوبات؟ هل سنستطيع مصر أو غير مصر أن تعود على الدول الأخرى بمطالبات بتعويضات؟ وقس على هذا، وقس على هذا. طبعا أنا هاخد السؤال المباشر غير المباشر، وروح للدكتور إدريس الكريني في مراكش. دكتور إدريس، يعني أنت استمعت إلى ما ذكر في هذا الاستوديو، وأنا بأكمل مع حضرتك هذه النقطة بالتحديد، أنه هناك قرارات صدرت من منظومات إقليمية زي الاتحاد الأوروبي ومن دول منفردة كثيرة بعقوبات، وبدون وجود حالة حرب، يعني لا توجد حالة حرب. أوكرانيا وروسيا لم تعلن الحرب رسميا، لكن لدينا ممارسة صراع مسلح موجودة، لكن هذه الدول الأخرى لا توجد حالة حرب رسمية ولا حتى عملية بينها وبين روسيا، ورغم من هذا فرضت عليها عقوبات. السؤال اللي كنت بتكلم مع الدكتور محمد شوقي فيه، ولا زلت بطرحه على حضرتك، وهل وهنا بتكلم على المضار المباشر، المضارين غير المباشرين قد يكونوا كل أطراف النظام الدولي، لكن المضار المباشر روسيا الاتحادية، هل تتوقع ومن حقها انه بعد انتهاء الازمه حتى سلما، لانه برضو ان التعقب الاقتصادي بيبقى ملوش علاقه بالعلاقات السياسيه، يعني ممكن يتعقبوا اقتصاديا في المحاكم وياخد تعويضات، هل حضرتك شايف انه القانون الدولي يبيح لروسيا الان او بعد غد، بعد التسويه وقبل التسويه، ولافراد من روسيا اضيروا سبب هذه العقوبات التي لم تستند لا الى شرعيه دوليه ولا الى حاله حرب، انهم يلجاوا الى قنوات للتقاضي، وإيه مصير هذا التقاضي؟ التعويضات طبعا. نعم، عندنا في القانون الدولي ما يسمى بالأعمال الانفرادية للدول، وهذه الأعمال الانفرادية طبعا هي مصدرها سيادي، أي أنها تتخذ بناء على القرارات السيادية التي تتخذها الدول، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. والدولة طبعا تحركها على المستوى الخارجي
يعني طبعا هناك مجموعة من العناصر التي تحركها ولكن على رأسها المصلحة. فالدولة طبعا هي تبحث عن مصالحها، هناك علاقات، هناك تكتلات، هناك كذلك يعني تحالفات إلى يعني إلى غير ذلك. وبطبيعة الحال عندما تتخذ الدولة قرارا من هذا القبيل هو أعتقد بأنه يتماشى مع القانون الدولي. الدولة يعني من خلال تقييمها لما جرى تعتبر لأنه فيه مس بسلم الأمن الدولي أو مس بمصالحها، وفي الحالة التي نحن أمامها يعني في غياب أو عدم قدرة الآلية الدولية المرتبطة بحد السمم الدولية وهي مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات في هذا الخصوص، فالدول بطبيعة الحال تتخذ هذه القرارات. ولكن أريد أن أشير أيضا إلى ملاحظة مهمة جدا في هذا السياق، وهي أنه ينبغي أن نشير إلى أن هناك تطورا على مستوى الآليات العقابية للدول. يعني فيما سبق حقيقة أنه حتى الأمم المتحدة نفسها من خلال تقييم عقوباتها الجماعية يعني وجدت على أن تم مجموعة من الهفوات أو مجموعة من الإشكالات التي قلت مرتبطة بالتبعات الإنسانية والتبعات التنموية أو الاقتصادية التي لا تمس صانع القرار بقدر ما تمس الشعوب أيضا. ولذلك طبعا نجد الآن ما يسمى أو الترويج لما يسمى بالعقوبات الذاتية. ولاحظنا اليوم بأن الكثير من الدول حقيقة التي أخذت أو اتخذت قرار العقوبات، نجد العقوبات مثلا الولايات المتحدة طردت بعض الأشخاص من فوق ترابها رغم أنهم موظفين دوليون دوليين، أو كذلك منع يعني أو تجنيد يعني بعض الإمكانيات أو بعض الأموال وغيرها من ممتلكات بعض الشخصيات، ومنع كذلك بعض الشخصيات من السفر إلى غير ذلك من الآليات التي يبدو على أن الدول اليوم التي تقوم بهذه العقوبات يعني تعي ما تفعل، على اعتبار أن هذا هو آلية لتحويل المعركة إلى الداخل، أي إلى جعل المجتمع الداخلي أو في الداخل يضغط باتجاه صانع القرار لكي يتخذ قرارات تدعم إرساء السلام وتدعم التراجع عن ما تم يعني ارتكابه وما تم اتخاذه بصورة يعني هي التي كانت سببا لفرض هذه العقوبات. عظيم. ولذلك طبعا ولذلك أريد أن أختم بفكرة مهمة. نعم. فضل. على أنه تفضل على أنه اليوم طبعا يعني هذه العقوبات التي نتحدث عنها والتي تأتي من هذا الطرف أو ذاك، ما دامت أنها انفرادية وما دامت أنها تتم باسم الطرف الذي يتخذه وليس باسم جهاز دولي. نعم. أنه مثلا إذا لنرجع ما تجرى مثلا في حرب الخليج الأولى، يعني أن الأمم المتحدة في غياب جيش وفي غياب آلية عسكرية مستقلة، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قادت العمليات، حتى أن الأمين العام الأممي آنذاك بيريز خافير بيريز دي كويلار قال جملته المشهورة، إنها ليست حرب الأمم المتحدة ولكنها تتم تحت رايتها. هذا أمر خطير جدا عندما تقود دولة قرارات باسم الأمم المتحدة في حين أنها لا تعبر عن المجتمع الدولي أو عن عزيز. الأمم المتحدة، كما جرى كذلك في أفغانستان في فترة من الفترات أو في. ولذلك اليوم القرارات تتم لا تتم باسم الأمم المتحدة، هي تتم وضح باسم الدول التي منظمات إقليمية أو دول. طب وضعت هذه النقطة دكتور إدريس، ودعني أنتقل لك دكتور مصطفى أبو زيد. ويمكن في ملاحظة في إطار بقى العقوبات الاقتصادية، لاحظنا من الأول أن هناك جدل يتعلق بنظام سويفت في التحويل المصرفي والبنكي، ويعني انه الدول الغربيه ترددت قليلا، ثم مع تصاعد الازمه خدت قرارات لكن مش بحظر النظام على كل القطاع المصرفي والبنكي الروسي، حوالي 25% منه فقط كما اذاعه اليوم، بس كمان ده المعلن. بس لاحظنا من معلومات يعني مدققه اكثر انه لم يشمل البنوك والمصارف اللي بتتعامل في الغاز والنفط، لانه هو يبدو ادرك حضرتك اشرت له في البدايه انه الامر خطر على الجميع. السؤال الاول، هل ملاحظه دقيقه؟ الشيء الثاني بقى، هل في ظل يعني الاعتماديه الشديده الاوروبيه في الظروف المناخيه وفي الفصل اللي احنا فيه 555 مليار متر مكعب يوميا غاز، ويعني 20 يعني عندنا 40% من المصدر لاوروبا جاي من روسيا، هل في احتمال انه العقوبات الاقتصاديه
تتصاعد إلى أن تشمل كل شيء بما فيه الغاز والبترول إذا كان تم تجنبهم في الأول؟ طيب خلينا نقول لحضرتك بس بالنسبة للجزء الأولاني الخاص بنظام سويفت للتحويلات المالية. طبعا روسيا في 2014 على أزمة شبه جزيرة القرم ابتدت أن هي تعمل نظام خاص بيها عشان تبقى آلية للتحوط إذا أي مستجدات تحصل في المستقبل. وطبعا عملت نظام اسمه SBFS ده بينضم تحت هذا النظام حوالي دلوقتي 400 بنك ومؤسسة، 300 داخل روسيا و100 خارج روسيا، وابتدى العمل بيه في 2017. يعني تقريبا بقالهم 5 سنين شغالين بالنظام ده، فبالتالي بقت منظومة متكاملة وشغالين بالتحويلات. جه في 2019 حصل ربط ما بين روسيا والصين، لان هي كمان عملت نظام للتحويلات المالية اسمه CIBS. وطبعا عززت من التعاون التجاري والتبادل التجاري بينها وبين الصين، وعشان تقلل من تأثيرات العقوبات الاقتصادية في حال خروجها من نظام سويفت العالمي. وبالتالي هي خدت إجراء بعيد عن سويفت، وبالتالي مش هتأثر عليها التأثير المباشر اللي البعض وسائل الإعلام بتتكلم عنه بالظبط. في نفس السياق برضو لما جه الولايات المتحدة تلوح بهذه العقوبات انها بإخراجها من نظام سويفت، هناك بعض دول الاتحاد الأوروبي وقفت قدام القرار ده، لان هي بالعكس ان القرار ده هيضرها ضرر اكبر من روسيا. على سبيل المثال دلوقتي احنا بنقول روسيا عندها بتصدر للعالم مساهمتها في تصدير القمح مثلا على سبيل المثال 18%، بالنسبة للغاز 17%، طيب والنفط 12%، الأسمدة 20% من الإجمالي بتاع العالم. ألمانيا لوحدها بتستورد من روسيا 55% من احتياجاتها من الغاز. فبالتالي لما تطلع روسيا من نظام سويفت هي هتتعامل مع روسيا ازاي؟ هتحول لها الفلوس ازاي؟ وبالتالي هي اكتر دولة هتكون مضرورة من هذا القرار، وبالتالي وقفت وانتقدته، وده نقيسه على بقية الدول اللي هتتضرر. فبالتالي القرار ده يضر بالاساس الاتحاد الاوروبي مش روسيا، لان روسيا زي ما ذكرت عملت نظام خاص بيها وابتدت ان هي تدعمه وتتوسع فيه، خاصة كمان مع التكتلات الاقتصادية اللي هي موجودة فيها زي بريكس، شنغهاي، الاتحاد الأوراسي. نعم. كل ده برضو بيخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية. وتحضرتك لا تتوقع ان هم يوصلوا لهذه النقطة الغربيين، يعني انه الحظر الكامل على روسيا في نظام سويفت. العقوبات الاقتصادية عشان عارفين حجم روسيا واقتصادها والاعتمادية قوي، ابتدوا ان هم زي استاذنا الدكتور محمد قال ان احنا بقينا قدام انماط جديدة مستحدثة من العقوبات، مش اقتصادية بس، زي التواصل الاجتماعي، الفن، الاعلام، عشان يبقى مش معاه بس الاقتصاد، لا كمان معاه المواطن الروسي، ان هو حاسس ان هو بقى منعزل عن العالم، وابتدى يشكل عنده ضغط على النظام عنده عشان يتراجع عن اي يعني انتشار للغزو او اي سياسات استعماريه خارج حدوده. عظيم. السؤال الاخير في هذه الحلقه لك دكتور محمد، وهو مرتبط بكل اللي احنا قلناه. احنا كل دلوقتي احنا ازاء ازمه جديده بادوات جديده بممارسات جديده، هل هيبقى لها، وده يمكن محل بكره مناقشات يعني في حلقتنا هنا ان شاء الله، لكن مبدئيا بنتنور بيك، هل هتنتهي الى نتائج جديده سواء في شكل النظام الدولي او القانون الدولي؟ هنشهد شيء اخر؟ اتصور انه ده منطق الاشياء، يعني منطق الاشياء انه سيترتب على هذا الذي يحدث شيء جديد ايجابي سلبي، مش هي دي القضيه. يعني مثلا لاول مره في التاريخ بيوسار تثير بريطانيا مقولة انه روسيا لابد ان لا تكون موجودة، يعني معناها ان انت بتهد الامم المتحدة. لانه ده لا يجوز من الناحية القانونية ده والعدل، يعني احدهم بدون ما رد عليها احدهم في احد كتاب الروس. قال بريطانيا احنا موافقين تماما، بس نبدا حرب جديده عالميه جديده ونقيم بعدها بقى منظمه جديده. فده على سبيل المثال. هل الصين وروسيا
في عقاب، يعني ده هيتوقف على النتيجة. يعني روسيا انتصرت وظني أنها يعني ستحقق بعض هدفها إن لم يكن كل ما تريد. ده معناه أن أنت خلاص القطبية الأحادية المنفردة كذا ولا زمانها. ولما تحط جنب روسيا الصين وموقفها من مسألة القطبية الأحادية، لا نحن يقينا مقبلون على نظام متعدد الأقطاب، وهينعكس على القانون الدولي، وهينعكس على القانون الدولي. القانون الدولي هو انعكاس لتوازنات القوى ولا شيء آخر، يعني ليس شيئا مثاليا، هو انعكاس للتوازنات. الخمسة الكبار ده التوازنات، العضوية الدائمة ده التوازنات، الفيتو ده التوازنات بالضبط. وده جه نتيجة الحرب العالمية الثانية. فأنا يعني فيما أرى سيكون هناك شيء جديد في المجتمع الدولي والنظام الدولي والقانون الدولي في أعقاب هذه الأزمة. فلننتظر ونراقب ونحلل إلى أن يتم. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ. شكرا جزيلا لنا. أشكرك أيضا دكتور مصطفى أبو زيد خبير الاقتصاد ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية. وأيضا بنشكر يعني الصديق العزيز الدكتور إدريس الكريني أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش على تشريفك لنا عبر زوم. مشاهدينا الكرام انتهت حلقاتنا اليوم، التقي بكم إن شاء الله في حلقة الجمعة غدا بإذن الله.